بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. كل سنة وانتم طيبين. عيد الرسل سمعنا الإنجيل. الكنيسة رتبت أن الإنجيل اللي يتقري في عيد الرسل إنجيل بتاع إيه؟ الإرسالية. هايل. النهاردة هنمسك في كلمة إرسالية دي. عايز أكلمكم من النهاردة على موضوع إرسالية. على فكرة حتة الإرسالية دي كانت مهمة قوي عند المسيح نفسه. إيه رأيكم بقى؟ مش بس عند التلاميذ. يعني نفسي نبص على الموضوع النهاردة بتاع الإرسالية ده من عينين المسيح، مش بس من عينين التلاميذ. والمسيح نفسه حط القاعدة دي. أقول لكم إزاي. سمعتم يمكن كلمة في الإنجيل بتاع النهاردة تقول المسيح بيقول الذي أرسلني. لو بصينا عند يوحنا في إنجيل يوحنا نلاقي كلمة الذي أرسلني دي جات زيادة يمكن عن 29 مرة على لسان مين؟ على لسان المسيح نفسه. كان كل ما يجي يقول لهم حاجة يقول لهم الذي أرسلني كذا 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 كذا، طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني، من رآني رأى الذي أرسلني. هنمشي في شوية فيهم، بس إيه الفكرة؟ عايزين النهاردة نخرج بفكرتين صغيرين خالص. لما يبقى في حد ورايح في مسؤولية ويبقى كل اللي في دماغه كل ما يجي يتكلم كلمة يقول إيه؟ اللي بعتني قال لي أعمل كذا، اللي بعتني قال لي أتصرف كذا. نقطة رئيسية في حتة الإرسالية والتلاميذ اتعلموها. يمكن لو الإنجيل اللي سمعناه دلوقتي كان المسيح في وسط خدمته بيديهم شوية الإجراءات والإرشاد، لما تروحوا مكان تعملوا كذا وكذا، بتاخدوش معاكوا كذا، ولما تخشوا الباب تسلموا وتعملوا. إداهم الطقس، وده حاجة مهمة وضرورية. إداهم إزاي تتصرفوا في الإرسالية بتاعتكم، إزاي تمشوا، إزاي تغلبوا الشيطان لأن لكم قوة. لكن إيه رأيكم بقى في إنجيل يوحنا لو رحنا لإصحاح 20؟ أول لما ظهر لهم بعد القيامة لخص لهم المنهج بتاعه، قال له أنتوا مش خدتوا خلاص، مش عرفتوا الموضوع يتعمل إزاي، هنخبط على البيوت ونكلم المسيح ونشهد عن المسيح ونكلم ونعمل وما تاخدوش معاكوا حاجة وليكوا قوة على السلطان، أنتوا خلاص عرفتوا الحاجات دي كلها. خليني أقول لكم الحاجة المهمة بقى نلاقيه في إصحاح 20 في إنجيل يوحنا، أول ظهور لي بعد القيامة وهم في العلية، لما ظهر وقال لهم سلام لكم. أول حاجة قالها لهم بعد سلام لكم إيه؟ حد فاكر؟ أول كلمة بعد سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم. يعني كأنه بيلخص لهم المنهج بتاعه، كأنه بيلخص لهم كل التعليق، لهم إيه رأيكم بقى؟ زي ما أنا كنت في وسطيكم عايزكم تبقى انتوا في وسط الناس، زي ما الآب أرسلني ليكم أنا دلوقتي برسلكم للناس. المفتاح كله في كما دي، كما أرسلني. تعالوا نشوف الآب أرسله إزاي وإزاي هو اتكلم عن نفسه في وقت الإرسالية لما كان يقول الذي أرسلني الذي أرسلني. قبل ما نخش في التفصيل دي عايز أقف معاكم عند نقطة. لما حد بيبعت حد بمسج أو برسالة في ثلاث نقط مهمين. الراسل، عارفين لما تروحوا تبعتوا كده في كندا بوست طرد ولا حاجة بتفل ثلاث حاجات مهمة قوي. الراسل مين؟ أنت مين؟ ومين المرسل إليه؟ وأنت باعت إيه؟ ففي راسل وفي مرسل إليه وفي الكونتنت في الرسالة. نوع من أنواع الاهتمام بحد إنك تبعت له جواب وتقول الأخ الحبيب فلان أو الأخت الحبيبة فلانة، وجوه الكتاب يبقى فيه كونتنت، أنا الآن بطمن عليكي وبطمن عليك و و و مرسله حبيبك فلان أو حبيبتك فلان. رسالة. بس أروع أنواع الرسائل اللي عملها الله نفسه لينا، اللي اتكلم عليها بولس الرسول في العبرانيين وقال الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة مختلفة. الله عمل كده، بعت جوابات وبعت نبوات وبعت أنبياء تتكلم عليه وبعت ناس تشاور على طريقه
لكن جه في الآخر كلمنا إزاي بقى أسمى طرق الإرساليات، إنه أرسل نفسه، أرسل ابنه، كلمنا في ابنه. خليكم صحيين عشان هنطبق الكلام ده علينا دلوقتي. في وقت بينفع للكلام، في وقت الله كان بيكلم ولاده وبناته بالأنبياء وبالرسل وبالنبوات وبالرؤى، لكن لما جه ملء الزمان استخدم أسمى وأروع طرق التواصل، كلمنا في ابنه. أنا ممكن أقعد أكلم حد عن المحبة وأقعد أوعظ عن المحبة سنة، لكن ممكن أعمل عمل محبة واحد مع الشخص ده والعمل ده ما يتنسيش العمر كله. الله بدل ما يجي يبعت رسل يقولوا إنه هو بيحب الخطاة، لا، جيب نفسه تجسد، خلى محبة الخطاة دي تتجسد في شخص المسيح، ودخل خبط على بيوت الخطاة وقعد معاهم وكل معاهم، وخلى الناس تلومه عشان كل مع الخطاة وقعد معاهم. رسالة، بس رسالة حية، رسالة متجسدة. طيب لازمته ايه الكلام ده؟ خلوا بالكم، هو لما جه يبعت التلاميذ بعتهم قال لهم كما أرسلني الآب. اوعوا تركزوا بس على الطقس، اوعوا تهتموا بس بالمنهج، اوعوا تهتموا بس بالوعظ. طبعا انا اول واحد ألام في الكلام ده لان انا واقف قدامكم وبوعظ، بس معلش لموني لان انا واقف قدامكم وبوعظ. اوعوا تهتموا بس بالحرفيه وبالفريسيه زي ما الاب ارسلني، انا عايز ارسلكم رساله محبه حيه للناس. الرسل اللي احنا اتكلمنا عليهم انتوا سمعتوا السنكسار بيتكلم على بولس وبطرس، اتقال ان بولس وعظ ان بطرس وعظ وعظه بعد حلول الروح القدس جاب 3000 نفس. حلو، الكلام والرساله المنطوقه مهمه، لكن بقيه السيره بتاعته ايه؟ راح لف هنا وهنا وهنا وبشر ودخل البيوت وقدم محبه، وفي الاخر سفك دمه هو وبولس. ليه بقول لكم الكلام ده؟ لانه بصراحه حاسس انه اليومين دول فاكرين لما كان جه وقت ايام صمويل النبي وايام عالي الكاهن لما كان بيقول وكانت كلمه الرب عزيزه وما كانش فيه كلام كتير، انا حاسس ان احنا عكس الوقت ده بقى خالص، حاسس الكلام كتير جدا اليومين دول. ما اكثر التعليم، مش هخش في صح ولا غلط، ما اكثر الوعظ، ما اكثر المؤتمرات، وما اكثر القنوات الدينيه و و و و نفسي النهارده واحنا متحوطين بكل الكلام ده وما تفهمونيش غلط، الكلام ده مهم، التعليم مهم والطقس مهم. المسيح نفسه زي ما قلت لكم لما ابتدى مع التلاميذ قال لهم المنهج كذا، تروحوا تعملوا كذا وتخشوا، ولو اترفضتوا تنفضوا الغبار اللي على ارجلكم وتعمدوهم باسم الاب، اداهم الخطوات العمليه. لكن في حاجات ما ينفعش تدرس، في حاجات ما ينفعش يقف واحد قدامكم ويقول لك تعمل كذا وكذا وكذا، في حاجات اللي اتكلم عليها يوحنا في رسالته يقول الذي رايناه، الذي لمسناه بأيدينا، الذي رأيناه بعيوننا نخبركم به. الحياة أظهرت، ما قالش المسيح قعد قدامنا بالرغم أنه عمل كده، طلع على الجبل وإدى موعظة على الجبل، لكن لما جه يوحنا ينقل خبرته ولما جه يوحنا يرسل للناس زي ما هو أرسل، ما اتكلمش بكلام وعظ، لكن اتكلم عن إيه؟ حتى لما جه اتكلم عن خبرة حياة، قال الحياة أظهرت لنا. اللي أنا عايز أقول لكم عليه ده مش منهج، ده مش كتاب هجيبه أقراه 1 2 3 وهحفظ والخطوة دي تتعمل قبل الخطوة دي وانتهت، لا، قال لهم في حياة، الحياة أظهرت لنا. الله لأجل محبته وإحسانه لما جه يتواصل معانا استخدم أروع أنواع الرسائل نفسه. أنت ممكن زي ما قلت لكم تبعت جواب لحد أخي الحبيب فلانة ولا أخت، ولا تبعت حتى إيه ليفل أعلى، مش بس جواب، الجواب وفيه هدية كمان مع الجواب عشان تبين الحب. لكن ممكن بدل ما تبعت تروح بنفسك، أنت اللي بنفسك تعبر عن الحب بنفسك. يبقى الخلاصة أو الفكرة الأولانية اللي نفسي نقف قدامها،
احنا مدعوين لارساليه شخصيه، لارساليه حياه. كما ارسلني الاب ارسلكم. هو ارسل التلاميذ واحنا كمان مرسلين. احنا مرسلين في بيوتنا، ومرسلين في خدماتنا في الكنيسه، ومرسلين في وسط العالم. فيا ترى هل احنا مرسلين زي ما المسيح قال؟ تعالوا نشوف، نتكلم في ثلاث نقط بس. نفسي لو حد عنده طاقه وعنده وقت يروح لانجيل يوحنا كده ويطلع كل الايات اللي مكتوبه وفيها الذي ارسلني، الذي أرسل، عشان نشوف المسيح ارساليته شكلها عامله ازاي، جه على الارض وكان هدفه ايه. ايات كتيره قوي هقف قدامها قدام شويه منكم. في يوحنا 12 يقول الذي يراني يرى الذي ارسلني. خلينا نقف عندها. اول حاجه كما ارسلني الاب، هو قال اللي يشوفني كانه شاف الاب، شاف اللي ارسلني. طب يا ترى ينفع نطبق الموضوع ده علينا؟ ينفع نقول اللي بيشوفنا بيشوف فينا المسيح؟ بيشوفنا يعني مش بس بالصوره كده، لا، اللي بيتعامل معانا، اللي بيحتك بينا في مجالات الحياه المختلفه. اصل المسيح قال كده، المسيح قال من رآني واللي يتعامل معايا يبقى كانه شاف الاب وتعامل معاه. طب يا ترى احنا ده سيم؟ فاكرين القصه بتاعه بدايه المسيحيه في مصر لما كانت فيها الوثنيه، ولما كانوا يقولوا ايه انت شكلك، يقابلوا واحد وثني يلاقوا على 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 وشه ملامح كده سلام وهدوء، يقولوا انت شكلك قابلت واحد مسيحي النهارده، انت طريقتك مختلفه، انت شكلك قابلت حد مسيحي النهارده. هل يا ترى اللي بيشوفنا بيشوف المسيح؟ هل يا ترى بيوتنا اللي حواليا في البيت بيشوفوا فيا المسيح؟ اللي حواليا في الخدمه بيشوفوا فيا المسيح؟ انا ممكن اكون بتكلم عن المسيح كتير، انا اول واحد قدامكم زي ما بقول لكم انا واقف بتكلم على المسيح، بس يا ترى المسيح متشاف فيا ولا لا؟ اليومين دول احنا محتاجين نشوف المسيح في الناس اللي حوالينا، مش محتاجين نسمع كتير عن المسيح. انتوا اللي قاعدين جوه الكنيسه متهيألي سامعين كتير قوي عن المسيح، صح ولا ده غلطان؟ في حد فيكم هنا ما سمعش عن المسيح قبل كده؟ يبقى احنا مش محتاجين نسمع، احنا محتاجين نشوف. ومش عايزين نروح بعيد، عايزين نشوف المسيح فينا، نشوفه في كل واحد فينا، ونبتدي كل واحد بنفسه. أنا لو ابتديت أرفلكت، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما في مرآة. يعني كأن حد يصحى الصبح كده يبص في المراية ما يشوفش صورته، يشوف المسيح. مش بس على مستوى الشكل والملامح، على مستوى التعاطف والأحشاء والحب. أبقى نازل الصبح وعناية بتدور على حد تعبان، زي ما كان المسيح يخرج يجول يصنع خير، يدور على حد مكسور، يدور على حد محتاج كلمة تعزية، يدور على حد محتاج مساعدة. من الذي يراني يرى الذي أرسلني. قال لهم كمان طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني. إمتى قال الحتة دي؟ حد فاكر؟ طعامي مع السامرية، مظبوط، لما كان ما كلش حاجة من الصبح ومسافرين وماشيين والتلاميذ راحوا يدوروا على أكل، وبعدين رجعوا كان هو كل، فكل من خلال حواره مع السامرية. فبيقولوا له أنت ما كلت؟ قال لهم بس طعامي أن أصنع. الواحد بيأكل عشان إيه يا جماعة؟ عشان يعيش، وبيأكل عشان يكبر. طعامي أن أصنع، يعني مفروض هدف حياتي كلها ما تكونش مشيئتنا، تكون مشيئة الذي أرسلني. مش بس كده، نموي، إن أنا أكون بكبر، أكبر في الروح وأكبر في القامة. مقياس مهم قوي أعرف إذا كنت بتقدم ولا لأ، بكبر ولا لأ، يا ترى مشيئة مين اللي بتتحقق في حياتي؟ دماغي ومشيئتي ومشورتي ولا مشيئة الله؟ هما الاثنين بيبقوا مختلفين. احيانا دي بتبقى في سكه ودي بتبقى في سكه، واحيانا مش بس كده، انا ببقى عايز بمشيئتي امسك مشيئه الله والويها كده واقول له ايه، انا عايز الحاجه الفلانيه، انت متاخر عليا في الحاجه الفلانيه. عارفين ده معناه ايه؟ ان انا ما باكلش، ان انا هفضل صغير، مفيش نمو، حياتي في خطر. ليه؟ لاني مش بتغذى بالطعام اللي يكبر، إن أنا أصنع مشيئة الذي أرسلني. المسيح بينها كده، قال أنا محتاج أنمو وأكبر، ووجودي وحياتي هي إني إيه؟
أني أصنع مشيئة الذي أرسلني. يبقى قلنا أول نقطة، من رآني فقد رأى الذي أرسلني. يا ترى اللي بيشوفنا بيشوف فينا المسيح ولا لا؟ من كل الدوائر اللي أنا فيها، دائرة بيتي، دائرة شغلي، دائرة خدمتي. تاني نقطة، طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني. مشيئة مين اللي ماشية في حياتي؟ ويا ترى أنا عيني مفتوحة وبدور على مشيئته؟ ممكن أبقى مش عارفها، مش مشكلة، أدور وأسأل. وأحيانا كتيرة بيبقى إن أنا أصل لمشيئة الله في حاجات معينة في حياتي بتاخد شوية وقت ومجهود، بس هي الله بيدور على القلب. أنا استعداد قلبي إيه؟ استعداد قلبي إنه لو حاجة بعكس مشيئتي أقبلها، لو هي من صوت الله ومن إيد الله، ولا أنا قلبي determined كده على حاجة وعايز ينفذها. ثالث نقطة وآخر نقطة ممكن نتكلم فيها، لا في نقطتين كمان، النقطة اللي قبل الأخيرة، ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسل. دي تمشي كويس قوي مع النقطة اللي قلت لكم عليها، إنه كلام كتير، كلام كتير قوي، بس المسيح ما قالش حاجة ما عملهاش، ما قالش حاجة ما عملهاش. عشان كده قدر إنه يقف ليلة الصليب ويقول رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، أنا ما قلتش حاجة ما عملتهاش. وكان بيدينا نفس السلطان، أعطانا سلطان أن ندوس على الحياة والعقارب، إن إحنا نتعامل، إن إحنا ناخد نفس القوة وعمل الروح القدس، ويبقى لينا أعمال، الأعمال التي أصنعها وأعظم منها كمان. ليه؟ لأنه دانا الروح القدس جوانا. يا ترى أعمالي بتشهد على الذي أرسلني ولا لا؟ في آية بحبها جدا جدا جدا، لأنه نقطة تانية برضو، معلش أنا عمالة نط من حاجة لحاجة، استحملوني. قلت لكم اليومين دول الكلام كتير والإفراز قليل قوي 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 للأسف. عارفين يعني إيه الإفراز؟ التمييز، التمييز ما بين الصح والغلط، التمييز ما بين الحلو والمر، التمييز اللي ما بين من الله ما من الله ومن العالم، التمييز ما بين الحكمة الأرضية اللي فيها فرقة وفيها تعب وبين الحكمة السمائية الهادية الخاضعة اللي بتأدي لسلام ما بتأديش إلى افتراق. فالآية اللي بتفرق معايا قوي قوي وبتساعد في حتة التمييز دي، لما يبقى التمييز شحيح، سامحوني في الكلمة، ولما يبقى الاختلاف والفرقة كتيرة، نطبق الإنجيل. يمكن احنا عندنا ضعف في الحتة دي شوية، ربنا يدي قوة ويدي روح كده تمييز لكل ولاده. نقف قدام الآية اللي بتقول ايه؟ من ثمارهم تعرفونه. هو في شجرة، يبقى مفروض شجرة تطرح ثمر حلو ونلاقيها بتطلع شوك وحسك. الثمر يبين قوي، يدي تمييز. أنا بعرف شجرة التين من بعيد دي لأنه إيه؟ الثمر بتاعها تين. لو أنا جاي من بعيد حتى من غير ما أبص على الورق بتاعها، لكن شايف ثمر التين، يبقى أبقى عارف إنه دي. من ثمارهم تعرفونه. طب الثمر اللي بندور عليه إيه يا جماعة؟ ما عندناش غير الثمرات بتاعة الروح القدس اللي عرفناها. يبقى احنا نقدر التمييز، ندور على ثمر الروح ونشوف في ثمر روح، يبقى ده ماشي في سكة الذي أرسلني، يبقى ده تلميذ حقيقي. في محبة، في فرح، في سلام، في طول أنا وصبر، في تواضع. يبقى النبتة دي حلوة، النبتة دي بحسب الذي أرسلني. مفيش محبة وفي حزن وفي شقاق وفي قلة صبر، اعكسوا بقى كل ثمر، نعرف لا نقف في مشكلة، في مشكلة. من ثمارهم تعرفينهم. يبقى ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني، أعمال الروح القدس. ينبغي أن أثمر، كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. علامة إن أنا ثابت في الكرم، وعلامة إن أنا جزء من هذه الكرم، إن أنا فيه ثمر.
هل شفتوا ممكن يبقى فيه شجرة كده أو كرمة عنب وفيها غصن ميت وثابت وما بيطلعش ثمر؟ أيوة، يبقى مش من الكرمة. علامة إن أنا من الكرمة، علامة إن عصارة الذي أرسلني عمالة تسري فيا. وخلوا بالكم في نقطة مهمة، قال ينقيني. مش معنى كده إن أنا ما فيهاش خطايا، مش معنى كده إن أنا يعني خلاص بقيت، لا، بس العصارة شغالة وبتنقي، وكل ما تلاقي حاجة محتاجة تنقية تنقيها عشان تأتي بثمر أكثر. بمعنى أصح الغصن حي مش ميت. يبقى ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني. آخر نقطة برضو من إنجيل يوحنا ومن الذي أرسلني، قال لهم إيه؟ أنا معكم زمان يسير ثم أمضي للذي أرسلني. خلي بالنا، خلي بالنا، أنا معكم زمان. أصلحنا في إرسالية حقيقي، بس الإرسالية دي إيه؟ زمنها يسير، في وقت للإرسالية دي، وهنروح نقف قدام الذي أرسلنا، وهنروح نقف عشان نعطي حساب وكالتنا. ما عندناش حجة، ادانا الاثنين، ادانا المنهج في إنجيل النهاردة، تروحوا وتبشروا وما تاخدوش معاكم ولا زاد ولا زواد، وتخشوا البيوت وتكلموهم عن المسيح واللي قام تعمدوهم باسم الأبواب. دانا المنهج، ودانا الأصل، ودانا خلاصة الإرسالية. زي ما أنا عملت أعمله، أنا ما قلت لكمش حاجة ما عملتهاش. ولينا زمان يسير اللي أرسلنا فيه لبيوتنا وأرسلنا فيه للكوميونيتي اللي احنا فيها دي. ديكم مثال صغير، احنا مرسلين إلى كندا، وكنيسة العذراء مرسلة إلى مسيساغا. يا ترى صورتنا في مسيساغا ايه؟ صورة الكوميونيتي بتاعتنا في مسيساغا ايه؟ ممكن نفكر في الموضوع ده النهاردة إن لايت كده، في ضوء احتفالنا ببولس وبطرس اللي أرسلهم المسيح للمسكونة كلها. إحنا مرسلين هنا إلى كندا، ربنا رتب. ومتهيالي لو الواحد اتكلم مع كل واحد فيكم، قصة مجيئنا هنا للمهجر بتشهد إنه ذراع الله قوية. يا ما اتكلمت مع ناس يقولوا لي إحنا حاسين إنه ربنا بعتنا هنا لسبب والهدف. الله بعتنا فعلا، الله أرسلنا. خلونا نبتدي. هل إحنا بنعكس صورة المسيح؟ هل مسيساغا بتشوف فينا صورة الله، بتشوف فينا صورة المسيح؟ هل إحنا في مسيساغا بنعمل أعمال الذي أرسلنا والناس شاهد على كده؟ إحنا في مسيساغا وقت قصير، هيجي بعدين ناس تانيين، بس إحنا موجودين وقت قصير. اليوم وقت حلو، النهاردة وقت كويس، وإحنا بنحتفل بإرسالية بولس وبطرس، وإحنا بنحتفل بكلام المسيح للتلاميذ اللي كان نفسه إنه العالم كله، قال لهم العالم هيآمن بيكم وبكلامكم. المسيح نفسه إنه العالم برضو يشوف فينا في الأماكن اللي احنا فيها. خلونا نبتدي زي ما قلنا كده، من بيتنا، من شغلنا، من الكوميونيتي بتاعتنا، نكون بنركز على الثلاث نقط اللي قلناها. هل اللي بيشوفنا بيشوف المسيح؟ من يرانا بيرى، بيشوف اللي أرسلنا؟ هل تركيزنا وهدفنا إن احنا نعمل مشيئة اللي أرسلنا عشان يشوفوا فينا المسيح ويمجدوا أبانا الذي في السماوات؟ هل قدام عينينا إنه الإرسالية دي قصيرة؟ ربنا سمح في الوقت اللي فات بكوفيد وبقعدة في البيت طويلة. متهيألي نشكر ربنا الدنيا ابتدت تنفرج ونبتدت، وشكلنا هنبتدي نرجع نورمال قريب. Before you know it, God willing هنبقى نرجع لنورمال. هل يا ترى هيبقى كوفيد ده مجرد إيفنت وعدة، ولا هنقدر نقف ونقول آه الله دبر إنه يبقى فيه مايلستون في حياتنا وفي حياة الكنيسة، خدام وكهنة وأسقفة وبترك، وعدينا في 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 اختبار الله رتب إنه يبعته مش بس للبيوت لكن للكنيسة نفسها. يا ترى عرفنا نتعلم، عرفنا ناخد الاختبار ده ونطوعه ونأسره لفكر المسيح، ولا تشتتنا وقعنا وتقسمنا وعدى كوفيد وجيه بعد كوفيد وإيه ورجعنا كما لقوم من عاد. ربنا يدينا نعمة إنه الآية بتاعت كوفيد هو القادر إن يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. إذا كان الوقت
بتاع كوفيد 19 كان وقت جافي، لكن الله يقدر انه يخرج منه حلاوة. الله يقدر انه يجعل من كل واحد فينا مرسل في بيته وفي شغله وفي كنيسته. لإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.